ضيفتنا اليوم فنانة تشكيلية مهتمة برسم الأعمال الواقعية واللي غالبا ما تصور المرأة الخليجية والتراث في أعمالها. بأدق التفاصيل تعشق الفرشاة واللوحة وتعبر عن شخصيتها من خلال الرسم. معنا اليوم في الاستوديو الفنانة التشكيلية جيهان الهلالي. أهلا أستاذة جيهان. يا هلا فيك. يا هلا ومرحبا. مساكم الله بالخير. أنتم منورين الألوان الفرحية هذه لايف معكم. مو أكثر من اللوح اللي احنا شايفينها ما شاء الله. الله يسعدك. لاحظتك ما شاء الله باللوح فيها دقة مو طبيعية. من متى وأنت دخلت المجال؟ الفن التشكيلي ممارستي لك رسم وأشارك فيه بمعارض يمكن كانت من سنة 94 95. لا تعلمون أحد. مريت بفترة كذا ما عاد شاركت بمعارض، لكن فعليا يعني لي سكتشات أرسم فيها بالبيت، وبعدين صارت لي انطلاقة مرة ثانية من 6 سنوات أو شيء. ما شاء الله من سنة 94 ما شاء الله، يعني باع طويل في الفن التشكيلي. ويمكن كنت من الأشخاص اللي كانوا مضطرين هم ما يطلعوا لوحاتهم أو رسومهم، وكانوا مثلا يخبوها علينا يعني بشكل عام. يعني في كثير من الفنانين التشكيليين كذا ما كانوا يقدروا يبانوا أو يبرزوا لوحاتهم بسبب الأوضاع، لكن الآن الفن التشكيلي برسم زي ده وبفن زي ده، فين شفته أنت الآن؟ أنا أشوف أن الفن التشكيلي الفترة الأخيرة هذه قاعد يصعد صعود ما هو هين، لكن ودي يكون فيه بعد أكثر، دراسة أكثر، موضوعية أكثر، ما تختلط المستويات بالشكل اللي إحنا نشوفه. في تطور قوي، يعني على وقت 94 كانت أشياء كثيرة تشكيلية يعني نجهلها ما ندري عنها. صحيح. بالجريدة بالصدف، مو بزي الآن وقت انطلاق السوشيال ميديا خلت كل شيء واضح. فالجاية أنا أتوقع أنه راح يكون أكثر، لكن أتمنى أنه يكون مدروس أكثر. بالفعل، وهذا الشيء اللي بيسووه الآن، في اهتمام كثير بالفنون بجميع أنواعها صراحة وبالفنانين السعوديين تحديدا. نبغى نتكلم أكثر عن لوحاتك الآن. ما شاء الله جميلة وملفتة جدا واحترافية صراحة، لكن إيش هو المسار اللي تتبعي في رسماتك؟ حقيقة أنا ما لي مسار معين. ما في مسار يعني معين. في أوقات أحب يعني أجرب اللون في أكثر من طريقة، بعدين عرفت أنه سريالي أو تجريدي مهما كانت المسا. أنا شخصيا أميل للواقع أكثر، أحب أجرب اللون. على فكرة أنا ما درست يعني تربية فنية، هي كانت بالممارسة، شغف، هواية. الواحد بيكون له مول ميل أنه يدخل في الألوان هذه أكثر. وحبيتها، لقيتني كل شوي ألقى في نفسي شيء جديد، خليني أطور، خليني أجرب. بدايتي كانت رصاص، ما كنت أتوقع في يوم من الأيام أني أدخل على الألوان وأجربها زيت وأكريليك، ما كانت في حسباني أبداً. قد إيه نفسي أشوف السكتش حق سنة 94 اللي بدأتي فيه؟ أنا ترددت أجيبهم بس ما في مكان. يا ريتك جبتي كمان. أستاذة جيهان، كلميني عن مشاركاتك والمسابقات اللي دخلتي فيها. زمان أنا كنت أشارك مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وكانوا هم ينظمون مقتنيات والفن السعودي المعاصر وكذا، كانت بداياتي في هذاك الوقت. لما تصير طبعا ما هي زي الآن سوشيال ميديا أن احنا نشوف الأحداث ونواكبها، كانت الجنادرية ذاك الوقت بالنسبة لي على الأقل أنا أنه لو تصير لي فرصة أني أنا أشارك بلوحة، وفعلا شاركت بالجنادرية بلوحة كنت رسمتها للأمير فيصل بالرصاص، خالد الفيصل عذرا، كانت بالرصاص وحجمها كبير. بعدها تجرأت أني أنا أدخل، ليش لا، خليني أجرب. لما صرت على المرحلة اللي هي الجامعية بديت أنه أنا أكمل تعليمي، لكن في الكواليس الوقت اللي يكون متاح لي أرسم فيه ليش لا. صح. ترسم سكتشاتي و اعتبرها الصديق الخاص او المقرب، الصديق الخفي. صحيح. تفريغ لكل شيء تحسينه بالرسومات، اي شيء تفكرين فيه، يعني ممكن انك ترسمينه ترمزينه، ما حد يقول لك ليش او غيري او وقفي او يدخل في الامور هذه، لانها علاقه خاصه بينك وبين العمل. صحيح. يعني احنا شايفين فن جدا رائع، وبصراحه انا سعيده اني تعرفت على فنانه تشكيليه زيك استاذ جيهان. كثير من الاشخاص او الفنانين او خلينا نقول المواهب اللي كنا ممكن ما نعرف عنهم ايش من كان الوضع بشكل عام، ولكن الان السوشيال ميديا سوت دور مره كبير انها صارت تعرفنا، صارت تلعب دور في اظهار المواهب الحقيقيه. هل تتفقي مع هذا الموضوع ولا لا؟ وغير كذا، في ايش ساعدتك السوشيال ميديا؟ هل انت استغليتيها؟
نسبيا. يعني انا اقول لك السوشيال ميديا ممكن يخدم انه يطلع اللي ما كنا ندري عنه واللي دائما نشوفه كله طلع القديم والجديد. لكن اللي نبيها الان احنا في المرحله اللي احنا فيها الان لماذا لا يتم تدقيق اكثر؟ نخلي الكل لكل مستوى معين من التشكيليين او الرسامين او الرسامات مساحته. ما اقدر اجيب راعي الخبره مع شخص بادئ طبعا. يعني في بعض الانشطه انا اقول لك نعم تحفيز وكذا زي ما مريت انا زي ما مروا اللي قبلي صح. واللي جايين بعدي ليش لا مزبوط. لكن لازم تقنن. يعني انت لما تروح معرض تبغى تشوف مستوى الفلاني بالضبط التشجيع الفلاني تكون عارف يعني داخل وانت عارف وش تبي تشوف بالفعل. طيب استاذ جيهان احنا نلاحظ في لوحاتك وجود المرأة بكثرة او يمكن اغلب لوحاتك هي فيها كلها مرأة. مرأة. لماذا المرأة؟ طيب تحديدا انا بقول لك شيء يعني المرأة والرجل كلهم لهم مكانة ما حد ينكرها. الابو او الزوج او الاخ كرجل طبعا داعم في الظهر هو السند ما تقدرين تستغنين عنه. أنا نظرتي للمرأة تقدرين تشوفين اختصار العوالم كلها في المرأة صحيح. يعني إذا جيت تشوفين حضارة تبي تشوفينها فيها زي تبي تشوفينها فيها حلي شعبية كانت الآن صارت المرأة ثقافة تاريخ بطريقة اللبس أو الكذا المرأة لا نقدر يعني ما نقدر نخفي الشيء هذا ولا نقدر نلغيه أصلا صح. لما تجي لك وحدة بلبس مثلا بدوي تعرفين أنها من المكان الفلاني أنها تمثل البيئة باللبس باللون بطريقة الكلام بحليها خلاص هي باختصار بجيتها عرفتي من المكان من الشكل المكان اللي هي تنتمي له مزبوط صح. يعني طيب مع اختصاري طيب سؤال يمكن ما انتبهوا للبنات الرسمات لاحظت البنت نفس البنت بكذا لوحة هل هذا شيء طلع منك عفوي ولا انت متقصدة انه هذه البنت ترسمينها؟ يمكن انت ثاني او ثالث واحدة تقول لي انا الحقيقة ما كان في بالي أني أنا أدقق أنه هم لا يشبههم بعض ولا لا. اللي في بالي أنه يكون التشريح في الجلسة المنطق في الحركة هذا اللي أنا أركز فيه. لكن فعليا لما أجي للملامح طريقة الوجه طريقة الأشياء اللي تعطي تفاصيل في هويتها هي أحيانا أنا أسهل فما أدقق يعني أدور أنه مثلا هي تكون شبيهة لأحد معين أو كذا ما أعرف ممكن يصيرون اخوات انا ما ادري يمكن اخوات يمكن من نفس لا شيء في العقل الباطن هي أكيد. صوره يمكن يعني لك انت في مخيلتك ورسمتيها هو الحقيقي والواقعي يعني لما ارسم المراه انا احب انها تاخذ الطابع العربي الوجه اللي يكون ممتلئ الكذا كاعتزاز يعني بملامح عربيه او شيء يعني مو اكثر أكيد. لكن أكيد. مش قاعده الواحد يحب يغير يحب يغير عشان كذا يمكن تلاقين اللي وجهه يكون طويل بيضاوي اللي يكون مدور اللي ممكن تكون حتى سمراء ما تفرق هو صح. الجمال واحد صح طبعا ونختلفت في لوحة بس ما ادري فين خفوها عني الظهر عشان ما اركز لهناك احطها يعني ما شاء الله اللوحة جدا رائعة انا كان نفسي تحكي لي على تفاصيل كل لوحة لكن هختار اللوحة اللي جنب ريم قبل لا اختم معاك يا استاذ جيهان اللوحة فعلا رائعة يعني سيدة ماسكة حمامة ودائما احنا عارفين انه الحمام يعني رسالة سلام وبس حواليها خراب ودمار وأشخاص مشردين حكينا عن هذه اللوحة اللوحة هذه اسمها ثورة سلام وفكرت أنا بعمل أقدر أشارك فيه في معارض إنسانية فنان الهدف منها أنه الأرض ممكن تكون ثابتة لكن لما تتشتت تتكسر تضطرب يعني تطلع نكبات أحزان أوجاع تطلع لك أسرار ناس تحتها أو فوقها صح. فتحسين أن الأرض لما تضطرب في المرحلة هذه كأنها تنادي شيء يتصدع يخرج قد تكون المرأة رمز الحياة جديدة تنادي بمن الحمام بيدها ماسكة بيدها حمامة تنادي للسلام وبيدها غصن زيتون لا تعلمين قد تكون الثورة أنه السلام يكون سلاح أقوى من الحرب صح. ما تعرفين يمكن وصلنا لمرحلة أنه يكون السلام هو الحرب فأنا شاركت فيها معرض إنسانية فنان في نقطة أنا أحب أقولها الحقيقة لما قلتي مراحلك وكذا أنا قد أكون غبت على الساحة فترة لكن
خلال عودتي كانت لي نقطتين أنا أعتبرهم بداية أو تحفيز، لأنه تغير مساري جذريا فيها. طبعا رجعتي مرة ثانية للساحة الفنية كانت بعد الله سبحانه وتعالى على يد أبونا الأستاذ سعد العبيد الله يرحمه، شجعني لما شاف الأعمال وحبيت أني أنا أرجع. كمان لما انخرطت في المجال أكثر وصارت زي ما قالت الأخت أن الواحد بتصير له فرصة يحتك ويتعرف على الناس أكثر، دخلت كمان في مجموعة سينرجي وأنا معتزة جدا أني أنا فيها، فيها ثقافات كثيرة مختلفة، حضارات كثيرة، تقدرين تشوفين الفكر والرؤى من زوايا مختلفة لكل فنانة من كل ثقافة مختلفة. صحيح طبعا، وسعيدين جدا باستضافتك وتواجدك معنا اليوم، يعطيك ألف عافية. سعيدين جدا أن احنا شفنا موهبة بصراحة بهذه الدقة والجمال والروعة، يعطيك ألف عافية جهنم. الله يعافيكم، شكرا شكرا لوجودكم، وجودي أنا معكم شيء أضاف لي الكثير بصراحة. أنا وإضافة لنا أكيد. أهلا وسهلا فيك مشاهدين، نطلع فاصل من بعده أكيد مكملين معاكم، لا تنسوا مشاركتنا عبر هاشتاج برنامج سيدتي.